الباب الأولاني وهنتكلم فيه عن الخطوط وأنواعها، الحروف وكيفية رسمها، والأبعاد اللي بتعطى على الرسومات الهندسية، وبعض الملاحظات اللي لابد ان احنا ناخدها في الاعتبار عشان تطلع اللوحة بتاعتنا لوحة سليمة طبقا للمواصفات القياسية. هنتكلم في الأول على مقاسات اللوحة الورق اللي احنا بنرسم عليها. اللوحة الورق لازم يكون ليها أبعاد معينة، أبعاد قياسية، أبعاد متفق عليها موجودة في كل المواصفات القياسية. اللوحة الأساسية بتاعتنا اللي احنا بنسميها اللوحة اي نوت، ودي لوحة كبيرة بيكون مساحتها، مساحة الفرخ نفسه بتاع اللوحة ده بيبقى 1 متر مربع، بمعنى ان طولها بيكون 1189 ملم وعرضها 841 ملم. هذه اللوحة بهذه المقاسات لو احنا قسمناها نصين بتديها لوحة اسمها اي واحد، لو قسمنا اللوحة اي واحد نصين تديها لوحتين، كل لوحة منهم اسمها اتنين، وهكذا زي ما هنشوف بعد كده. بمعنى ان انا لو عندي لوحة دلوقتي اي نوت وقسمتها نصين تديني لوحتين، كل لوحة منهم لوحة هنسميها اي واحد. زي ما عرفنا دلوقتي يبقى اي لوحة اي نوت هتدينا لوحتين اي واحد، واي لوحة اي واحد لو قسمناها نصين هتدينا لوحتين اتنين، وهكذا اللوحة الاتنين لو قسمناها نصين تدينا لوحتين اي تلاتة and so on. ولاحظ ان هو ان في نسبة بين طول اللوحة وعرضها، وهي نسبة 1:1.414، دي لازم نبقى عارفينها. وعادة احنا في الرسومات الهندسية بنستخدم اوراق لا تقل الكثافة بتاعتها عن 80 جرام على المتر المربع. الجدول اللي قدام ده دلوقتي بيوضح مقاسات اللوح المختلفة من لوحة اي نوت لغاية اللوحة اي فايف، ونلاحظ ان اللوحة اي نوت طولها 1189 عرضها 841، وهذا العرض اللي هو 841 هو ده طول اللوحة اي واحد اللي هي هيبقى عرضها 594، ونفس ال 594 ده هو طول اللوحة اتنين، وهكذا. ونلاحظ ان اللوح الورق اللي احنا عاد اللي احنا بنكتب عليه اللي هو اللي اسمه A4 ده اللي احنا بنستخدمه في الكتابة العادية، اللي هو الابعاد بتاعته 297 × 210، دي اللوحة اللي احنا بنسميه الكوارتو، ده المقاس الكوارتو. يعني هنا هنقول ايه، عندنا اللوحات تبدأ من A0 لغاية A5، حتى في بعد A5 في A6 و A7 لغاية لوح الكارت اللي هو زي كارت الفيزا كارت والحاجات دي. يعني دي كلها حاجات لوح مقاسات ستاندر، مش مقاسات اختيارية. وبالتالي لو احنا قدامنا دلوقتي معانا قدامنا لوحه فرخ لوحه اللي هو اي نوت، وجينا قسمناه نصين، هنبص لو نحصل على لوحتين كل مقاس منها اللي هو اللوحه اي واحد، ولو قسم دي برضو نصين كمان هنوصل للوحه اللي هي اسمها اللوحه اي اتنين، وهكذا. هنبص نلاقي الفرخ الواحد ممكن ان احنا نستخدمه في ان نعمل منه مجموعه من اللوحات طبقا للمقاسات اللي احنا عايزينها. هنتكلم دلوقتي عن كيفية كتابة الليترز والأرقام. طبعا كتابة الليترز والأرقام بتتبع قاعدة معينة وليها ستاندر، يعني ليها مواصفات قياسية معمولة في موضحة في المواصفات القياسية العالمية اللي هو الدين 3098. ارتفاع الخط أو ارتفاع الحرف بيتراوح بين 2.5 ملي إلى 14 ملي، وده بيتوقف حسب مقاس اللوحة. اللوحات الكبيرة مثلا بنستخدم فيها حروف كبيرة، اللوحات الصغيرة بنستخدم فيها الحروف الصغيرة. عادة احنا في بداية تعليم الرسم الهندسي بنشتغل على اللوحة اللي هي A3، وبالتالي هنا بنستخدم لها حروف ارتفاع 3 ملي، جرى العرف على كده، او يعني هو ده بيبقى مناسب بالنسبة للوحة دي. بالمثل الحرف عبارة عن كمان في تخانة للخط، وفي مسافة بين الحروف المختلفة، كل ده بيبقى منسوب إلى ارتفاع الخط، ارتفاع الحرف. يعني ارتفاع الحرف بتاعي H هلاقي إن مثلا الحروف الكابيتال بتبقى لو هي H بيكون الحرف السمول بتاعها 7/10 H، بيكون تخانة الخط 1/10 H زي ما هو باين في الجدول اللي قدامنا، وهكذا. المسافة بينهم بتبقى مثلا 2/10 H، وهكذا. يعني H ده هو ارتفاع الخط، اللي هو مثلا قلنا في بالنسبة للوحات الـ A3 بنكتب على مسافة 3 مللي. الجدول الموضح قدام ده بيوضح لنا كل البيانات الخاصة بالحروف والنسب بتاعتها بالنسبة لبعضها طبقا للدين الألماني اللي هو 3098.
قدامنا دلوقتي لوحة بتوضح لنا النسبة بين عرض وارتفاع الحروف المختلفة اللاتينية كلها من حرف ال A لغاية حرف ال Z، وبالإضافة أيضا للأرقام من الواحد لغاية الصفر. ونلاحظ إن مش كل الحروف ليها نفس العرض، يعني هتلاقي حرف ال I عرضه بسيط، في حين ان حرف مثلا التي او حرف الدبل بياخد مسافة كبيرة، وبالتالي فهنا حسب نوع الحرف، حسب الحرف نفسه بيكون عرضه وبالتالي الارتفاع بتاعه. لكن نلاحظ حاجة، ان العروض لو اختلفت الارتفاعات كلها بتبقى ثابتة، وبالتالي لو انا بكتب على 3 ملي مثلا هيبقى كل الحروف مكتوبة على 3 ملي. وعادة احنا في اللوحات الهندسية بنكتب الحروف كلها كابيتال، ما بنستخدمش الحروف السمول مطلقا. لو ابتدينا بالحرف A، ده الحرف A مكون من 3 خطوط، خطين مائلين، خط ناحية الشمال وناحية اليمين، وخط أفقي. نلاحظ ان ترتيب رسم الحرف، بلاش نقول كتابة، احنا بنرسمه طبقا للشكل اللي قدامنا. ترتيب رسم الحرف يبدأ بالخط اللي على الشمال في الأول، عشان كده مكتوب عليه نمرة 1، ثم الخط اللي على اليمين مكتوب عليه نمرة 2، وبعدين الخط الأفقي مكتوب عليه نمرة 3. نلاحظ ان كل خط من الخطوط التلاته دول عباره عن خط، خط وفي احد النهايات بتاعته فيه نقطه، النقطه دي بتوضح لي بدايه وضع القلم عشان ارسم الخط. يعني وبالتالي فانا عشان ارسم الخط المائل اللي على الشمال ببتدي من الركن السفلي الايسر، ثم بعد ذلك الخط النمره 2 من الاتجاه السفلي الايمن، ثم الخط نمره 3 الافقي من اليمين للشمال. بداية تطبيق هذا الكلام هنشوفه اهو، الحرف الخط الاولاني اللي على الشمال، ثم بعد ذلك الخط اللي على اليمين، ثم بعد ذلك الخط الافقي، وبالتالي بيتكون لنا الحرف بالكامل. لو بصينا للحرف B، لا الحرف B بيتكون من 5 قطع، قطعة 1 2 3 4 5، 1 و2 و3 خطوط مستقيمة، 1 رأسي و2 و3 أفقيين، 4 و5 فيهم خطوط منحنية. يعني نلاقي الخط 4 عبارة عن قطعة مستقيمة اللي هو اللي هي الحرف B العلوي، ثم القوس العلوي، والقطعة 5 هي الجزء المستدير السفلي. لو شفنا تتابع دلوقتي كتابة او رسم الحرف B، هنلاقي بيبتدي الاول بالخط الرأسي نمرة 1 من اسفل الى اعلى، ثم الخط السفلي 2 من اليمين للشمال، والخط الاوسط نمرة 3 برضو من اليمين للشمال، ثم الخط المنحني اللي هو 4 العلوي اللي هو في حتة قطعة مستقيمة، ثم القطعة الدائرة المنحنية. ونلاحظ ده بيبتدي من اسفل المنحنى، ثم يطلع الى اعلى وفي نهايته القطعة المستقيمة، ثم القطعة الخامسة المنحنية او الدائرية دي السفلية زي ما احنا شايفين قدامنا. باقي الحروف هترسم بنفس الطريقة. يعني بص، لقى الحرف دي مكون من 3 قطع زي ما باين قدامنا، الحرف C برضو من 3 قطع، الحرف E 4 قطع، الحرف F 3 قطع، ونمشي بنفس الاسلوب الخط، ترتيب الخطوط، وايضا هل يتسم من اليمين للشمال، او نلاحظ كل الخطوط الافقيه بتسم من اليمين للشمال، والخطوط الراسيه من اسفل الى اعلى زي ما هو واضح امامنا. وهنلاحظ ان الكلام ده بينطبق على كافه اللوحات او على كافه الحروف لغايه حرف زد. ما قيل على الحروف هو نفسه اللي بيتم بالنسبه للارقام، برضو الحروف الخطوط الرأسية بتبقى من أسفل إلى أعلى، الخطوط الأفقية إذا كانت موجودة بتبقى من اليمين للشمال، وفي تتابع طبقا للأرقام زي ما احنا شايفينه دلوقتي بالنسبة للخط الحرف للرقم 1، ثم للرقم 2، ثم بقية اللوحات 3 و4 و5 وهكذا إلى حتى الصفر.
هنتكلم دلوقتي على رسم الخطوط، ولازم في الاول نقول بعض القواعد العامة. الخطوط بتاعتنا بتنقسم الى 3 انواع من الخطوط: خطوط افقية، خطوط رأسية، وخطوط مائلة. لازم نتعود من بداية الواحد لما يبتدي يتعلم الرسم الهندسي ان جميع الخطوط الافقية بترسم بالمسطرة حرف T، جميع الخطوط الرأسية ترسم بالمسطرة حرف T وفوقيها مثلث، اما مثلث 45 او مثلث 30-60. الخطوط المايلة بتنقسم نوعين: في خطوط مايلة خاصة اللي هي مثلا خط مايل بزاوية 45، خط مايل بزاوية 30، او الزوايا المشتقة منهم زي زاوية مثلا 15 او 75 وهكذا، فدي برضو بترسم بمسطرة حرف T وعليها مثلث او مثلثين حسب قيمة الزاوية. ولكن ناخد بالنا من حاجة مهمة، وهي ان احنا دائما لابد ان احنا نتعود ان جميع الخطوط الرأسية والأفقية دي نستخدمها بالادوات الهندسية استخدام سليم. وفي قاعدة في رسم اي خط، لازم الواحد هو بيرسم الخط لازم يكون شايف بعينيه بداية الخط فين ونهايته فين. يعني هل يبتدي من مثلا خط افق، هل يبتدي من اليمين للشمال او من الشمال لليمين؟ لازم الواحد يحط المسطرة الحرف T ويحط القلم في ايده ويشوف، هل لما يحط ايده لو بيستخدم ايده اليمين هيبص يلاقي، وهو بيستخدم ايده اليمين لو ابتدى من الشمال لليمين هتبقى ايده خافية على النقطة اليمين، وبالتالي هو افضل يشتغل من اليمين للشمال. لو واحد ايسر او اعسر بيشتغل بايده الشمال، ففي الحالة دي افضل ان هو يشتغل من الشمال لليمين، لانه هو حط ايده عند بداية النقطة اللي هيبتدي منها الخط اللي هي ناحية الشمال، هيبقى شايف النقطة اللي ناحية نهاية الخط اللي ناحية اليمين، وبالتالي هيرسم الخط بتاعه خط مظبوط. طيب لو واحد ما اتبعش هذا الكلام ايه اللي هيحصل؟ هيبص يلاقي ان هو ماشي بايده بيضطر يسرع او يبطئ ايده، لان هو مش شايف نقطة النهاية. لو ابتدى عكس القاعدة اللي احنا بنقول عليها، هيبقى ايده مخافية على نقطة النهاية، فهتبص تلاقيه اما يبتدي القلم بايده بالقلم قرب من خط من نقطة النهاية، هيبتدي هو بشعور لا ارادي سرعة ايده هتقل علشان يحاول ايه بعينه يحاول يشوف فين النقطة اللي هنا عندها الخط، وبالتالي بيطلع الخط بتاعك خط فيه اجزاء تقيلة او اجزاء خفيفة، وده غير مطلوب في الرسم الهندسي. لازم ناخد بالنا من كمان الخطوط كلها بتترسم بقلم 2H في البداية لغاية لما خلص اللوحة، ثم بعد كده بنعمل عملية فينشنج في النهاية بالقلم B او 2B. هنتكلم دلوقتي عن انواع الخطوط. الخطوط عندنا بتنقسم الى مجموعة من الانواع، في منها الخط السليم، والخط السليم ده في منه التخين والرفيع اللي هو السيك كونتينوس لاين، وفي الفاين كونتينوس لاين. في عندنا الخط الداش لاين، الداش لاين ده بيعتبر مكون من مجموعة من السيجمنتس او مجموعة من الشرط المتساوية في الطول. وفي البيزك داش لاين ده اللي هو المتساوي، فيه بيبقى غير متساوي. يعني غير متساوي يعني بيبقى شرطة كبيرة وشرطة صغيرة، او شرطة كبيرة وشرطتين صغيرة، ثم يتكرر ذلك على طول. وفي اخيرا خطوط احنا بنسميها خطوط الفري هاند لاينز، ودي الخطوط اللي احنا بنستخدمها في رسم الكروكيات اللي هي السكتشز في حياتنا العملية. هنشوف كل نوع من انواع هذه الخطوط في اللوحة، انواع هذه الخطوط جميعا في اللوحة التالية. نبص نلاقي هنا اللوحة هنا فيها مجموعة من الخطوط. اول حاجة خط كونتينوس اللي احنا بنسميه خط سيك كونتينوس لاين، وخط منقط او عبارة عن سيجمنتس او شرط متساوية، وبعدين خط منقط خط وشرطة، يعني شرطة كبيرة وشرطة صغيرة وهكذا. وبعد كده في خط بعد كده سيك مش عبارة عن مجموعة برضه من السيجمنتس ولكن في نهايته سهمين، وده اللي احنا بنستخدمه في حاجة اسمها السكشننج او المقاطع اللي هنعرفها بعد كده. وفي انواع خطوط كثيرة اللي هي ايه بقية الانواع اللي هي ظاهرة قدامنا. عادة احنا بنستخدم الجزء العلوي اللي هو الاربع او خمس خطوط العلويين دول بايه بكثرة في التصميمات في الرسومات الهندسية. قدامنا دلوقتي 3 انواع من الخطوط الرئيسية والاساسية. اول نوع العلوي اللي هو مكتوب عليه اليوزز بتاعته في الاوتلاينز او في الخطوط الظاهرة الفيزابل في اي رسم هندسي، يعني الخطوط الخارجية هو الخطوط الظاهرة اللي انا بشوفها وانا بعمل الاسقاط، برسمها بخطوط سليمة زي اللي هي باينة في التلت الاولاني من اللوحة التلت العلوي، ودي بنعملها بالقلم الاتش بي، وبيكون تخانات الخط ام من 35% او 5/10 او 7/10 ملي، ولكن عادة احنا بنستخدم الايه 5/10.
النوع التاني من الخطوط هي خطوط الهاتشنج او خطوط التهشير اللي هي موجوده في منتصف اللوحه، اللي هي الخطوط المايله بزاويه 45 درجه. وهذه الخطوط بتبقى خطوط اخف شويه، هي خطوط سليمه ولكنها اخف من النوع السابق، وبتتعمل بالقلم ال2 اتش، وبيكون تخاناتها اما 18 من 100 او 25 او 35، واحنا عاده برضو بنستخدم ال 35 او النص. النوع الثالث اللي هو في الثلث السفلي من اللوحه اللي هي الخطوط المنقوطه، او الخطوط اللي هي عباره عن مجموعه من السيجمنتس، وهي اللي واضحه في الثلث السفلي من اللوحه، وده بيتعمل برضو بالقلم ال2 اتش، وبيكون تخانته 35 من 100. عاده احنا بنستخدم 35 من 100، ولكن ممكن طبقا للستاندرز العالميه يبقى 18 من 100 او 25 من 100 او 35 من 100. وبالتالي جميع لوحاتنا ممكن بمنتهى البساطه نقول ان الخطوط السليمه بنعملها ب 5 من 10، الخطوط الهاتشنج وخطوط الدايمين الشرط اللي هي السيجمنت دي، الخطوط المنقوطه دي بنعملها بالقلم 35 من 100، ولو عملناه ب 5 من 10 مش يعني ممكن ايه نتقبلها. اما اللوحه اللي قدام دلوقتي فبيننا برضو انواع اخرى من الخطوط، وهي الخطوط المنقطه. هي هنا في عندنا اللوحه اللي قدام دلوقتي عباره عن اربع اجزاء. نمسك اول حاجه الجزء اللي في الربع العلوي خالص، ده بيبين لنا خط السنتر لاينز اللي هو الخط الرأسي الممقوط، بيبقى خط شرطة كبيرة وشرطة صغيرة، شرطة كبيرة وشرطة صغيرة وهكذا، وده بيكون درجة بيستخدم فيه القلم ال2 اتش، وبنعمله ب 35 من 100 السكنس بتاعه. اللي بعديه نمرة 2 من فوق ده اللي هو الخط بتاع السكشننج بتاع القطع، ويبقى خط وشرطة خط وشرطة، وده عادة بنعمله بيبقى تخين بخط 5 من 10 أو 7 من 10، وممكن في نهايته من ناحيتين بيتعمل فيه سهمين عشان يوضحوا اتجاه المقطع. يمكن مش واضح دلوقتي، لكن لما نيجي نشرح المقاطع هيكون هذا الجزء واضح فيه. أما اللوحتين اللي تحت فدول بيبينوا نوع آخر من الخطوط، وهي خطوط الفري هاند أو خطوط الخطوط الحرة كما نسميها. الخطوط الحرة دي بتستخدم استخدامات كثيرة. فمثلا الجزء اللي هو من اسفل خالص ده بيبين مقطع بشكل معين، بيتعمل هو كله بيتعمل بالقلم ال 2 اتش اللي هي خطوط المقطع دي. الجزء اللي هو السفلي خالص واللي فوقيه من نمره 2 من تحت برضو، ده خطوط مقاطع في اجزاء. كل استخدام هذه المقاطع هنعرفها عند عمل المقاطع، ودي لما تكون اجزاء منتظمه في الشكل وابعادها كبيره قوي قوي، فبنضطر نقطعها كده علشان ما فيش تفاصيل هنشيلها، التفاصيل كلها موجوده، ولكن دي علشان ايه نقدر نعمل كومباكتنج للوحه، يعني نصغر اللوحه بتاعتنا عشان نقدر نستخدم سكيل مناسب نشوف بقيه الاجزاء. ممكن يكون في اجزاء تانية مرتبطه مع هذا الجزء فيها تفاصيل كتيره، لو استخدمت سكيل صغير عشان اظهر كل الابعاد الكبيره دي هتلاقي الاجزاء المهمه هتبقى مش واضحه. فعشان كده ايه ممكن اعمل عمليه القطع اللي احنا شايفينها قدامنا. نوع اخر من الخطوط اللي احنا بنضطر او بنحتاج لها في الرسومات الهندسيه، وهي خطوط الابعاد اللي بترسم على هيئه اسهم. الاسهم ليها انواع كتيره. النوع العلوي اللي هو في اللوحه في الرسمه اللي على الشمال من اعلى اللي هو نورمال ار، ودون ده اللي احنا عاده بنستخدمه في الرسومات اللي احنا بنعملها بخط الايد. النوع اللي بعيد ده بيتعمل بيظهر في الرسومات المعموله بالكمبيوتر، سواء النوع اللي بعديه او اللي هو الثاني من فوق والثالث. النوع الرابع ده بيستخدم اللي هو اوله نقطه وبقى في نهايته برضه نقطة، ده بيستخدم للأبعاد الصغيرة في الرسومات اللي باليد. أما في الرسومات المعمولة بالكمبيوتر فبتعمل النقطة، بس النقطة بتبقى مفتوحة يعني نقطة غير مطموسة. اللي يهمنا دلوقتي واحنا كمبتدئين في الرسم إن احنا نعرف ازاي نرسم السهم العلوي خالص اللي هو نمرة 1 من فوق. هذا السهم هو في اللوحة اللي على اليمين بيقول لك ليه تفصيلات، الزاوية بتاعته 15 درجة، طول المثلث بتاعه، ارتفاع المثلث بتاعه 10 دي، حيث دي اللي هو التخانه بتاعته، واحنا عاده بنعمله تخانه 3 من 10، ومديك شويه ابعاد كتيره، ولكن ده هو ده اللي موجود في الاستاندر واللي على اساسه مثلا لما جم يعملوا برامج الرسم الهندسي، برامج الرسومات اللي هي زي الكاد سوفت وير، ابتدوا يستخدموا هذه القواعد. لكن احنا في الاول بنقول هذه الابعاد هنا علشان انت لما تيجي تبص لها تقدر تحدد شكل السهم بيبقى ايه.
بعد كده احنا لما بنيجي في الناحيه العمليه وانت بترسم اللوحه بتعمله بايدك فري هاند على طول، اللي هو المثلث بتاع السهم، بتكون ايدك خايف على ابعاده. يعني اول مره وتاني مره ممكن ايه الواحد يبص للابعاد اللي موجوده في الستاندرز، لكن بعد كده بتكون عينه خالت على الابعاد، فممكن يعمل السهم بايده فري هاند وبيطلع شكله معقول. اما طريقه رسم الارز في اللوحات فاحنا بنوضح هنا ببعض الامثله بتوريني اسهم مرسومه خطا والصح بتاعها ايه. لو نبص في اللوحه اللي قدامنا اللي هي عباره عن اربع اعمده راسيه، العمودين نبتدي بالعمودين اللي على اليمين، نلاقي ان العمود الاولاني من على اليمين دي اسهم خطا، والعمود الثاني اللي جنبيه على طول ده بيديك الرسم الايه الصح. لو نشوف اول سهم في اربع اسهم فوق في الجزء العلوي من العمودين اللي هم على اليمين، هنبص لاول سهم من فوق هنلاقي ان المثلث بتاعه مفتوح، في حين هو المفروض يكون مطموس زي ما هو مبين في الشكل اللي على شماله. النوع الثاني السهم جزء منه كبير وجزء منه صغير. الجزء الرسمه اللي بعديها السهم قطع الخط، واللي بعديها السهم كان بعيد عن الخط. كل دي اخطاء لابد ان احنا نلاحظها. اما الرسمه اللي بعديها اللي فيها الدايرتين، فنلاقي ان الدايره المفروض ان السهم بتاعها يطلع من المركز زي ما هو موضح في العمود الثاني في المنتصف، العمود الثاني من ناحيه اليمين في المنتصف. كذلك بالنسبه لرسم القطر، القطر ما ينفعش احط الكتابه بتاعه القطر اللي هو فاي مثلا 10، ما ينفعش احطها زي ما هو موجود في اللوحه من اسفل خالص على اليمين في العمود الاولاني من تحت على اليمين، لكن لازم يتحط زي اللي جنبيه نمره 2 ان هو خط مائل وبعدين خط افقي ويتكتب فوق الخط الافقي فاي 10، معناها ان هذا العمود هذا هنا في ثقب، هذا الثقب قطره عند السنتر لاين بتاعه عند المركز عند المحور بتاعه هو 10 مللي. لو بصينا للصفين التانيين اللي هم موجودين على الشمال نلاقي برضو طرق من طرق اخطاء اللي بتتعمل عند رسم الاسهم، ودي اخطاء شائعه. اول رسمه من فوق بتورينا ازاي انصاف الاقطار نرسمها، الرسمه الثانيه بتوريني ازاي لما يكون عندي ثقبين عايز ارسم سهم عشان دي المسافه بين المحورين ازاي ارسمها. ما ينفعش ارسم بين خطوط الابعاد تكون بين ممسات الثقوب، ولكن لازم تكون بين ايه؟ بين المراكز بتاعه الثقوب، لان هي المراكز دي انا بستخدمها في عمليات التكنولوجيا، وزي ما هنشوف بالشرح والتفصيل عند الرسم الهندسي لما تعرض الرسم الهندسي، وبالمثل عند رسم ايه المشأبية اللي موجودة في الجزء السفلي من اللوحة على الشمال. امثلة اخرى للاخطاء والتصحيح بتاعها عند رسم الاسهم هي اللي موجودة قدامنا، نلاقي فيه على الشمال في رسمة والصح بتاعها الصح والخطأ في رسم الابعاد، وفي على اليمين رسمتين فوق بعض. لو مسكنا الاول حاجه الجزء اللي على الشمال نلاحظ حاجه ان كل الابعاد باخدها من ديتم واحد، من خط واحد باخد الابعاد كلها منسوبه ليها بقدر المستطاع. ما فيش داعي الواحد يخلي الابعاد متتاليه ورا بعضها بقدر يعني كل مسافه وبعدين مسافه تانية فوقها والثالثه والرابعه، لا كل اخدها من ديتم واحد، لان دي بتساعد الاسطى اللي بيصنع هذا الجزء اللي انا اديت له الرسم الهندسي لان الرسم بتاعه عشان ينفذه، فلازم يكون عنده ديتم مستوى مرجعي يقيس منه ويصنع طبقا للرسم اللي قدامه علشان يقلل الاخطاء، زي ما هنشوف الكلام ده وهنقدر نفهمه واحنا بندرس هندسه الانتاج او هندسه التصنيع مع ونطبق الكلام ده في الرسم الهندسي. اما الجزء اللي على اليمين ففيه رسمتين، رسمه علويه ورسمه سفليه. في الرسمه العلويه بيوريني ان المفروض الاسهم الخطوط اللي بتحدد البعد اللي هرسم عليه السهم ما تتقاطعش مع بعضها زي الرسمه اللي موجوده في اللوحه على اليمين من فوق في الكورنر العلوي اليمين، واللي جنبيها بيوديني الصح بتاعها. كمان ما ينفعش ان انا ارسم الاسهم على خطوط الاسقاط نفسها، لا لازم يكون في خطوط تظهر لي البعد واحط عليها الاسهم زي ما هو واضح في الجزء السفلي على اليمين. هنتكلم دلوقتي حاليا على الانترسكشن اوف لاينز او تقاطع الخطوط. في تقاطع الخطوط في بعض القواعد الاساسيه
لازم الواحد يهتم بيها وهو بينفذ اللوحة بتاعته. ضروري جدا 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 ان الانسان يطبق القاعدة اللي بيقول عليها دي. يعني لو احنا بصينا في الجزء الاولاني من اللوحة وهو الجزء العلوي، نلاحظ ان في عندنا خط افقي سليم مع خط منقط رأسي مرسوم بطريقتين، طريقة على الشمال وطريقة على اليمين في الجزء العلوي او الرسمة من فوق. نلاحظ حاجة، نلاحظ ان لابد ان يكون هناك اول سيجمنت من الخط المنقط لابد ان تكون ان كونتاكت مع الخط السليم. اما لو بصينا مثلا للجزء الثاني اللي في المنتصف، هنلاقي ان الخط السليم على حرف زاوية، يعني في زاوية بينه. عشان في هذه الحالة لابد ان الخط المنقط ما يكونش فيه اتصال، السيجمنت بتاعت الخط المنقط تبقى ايه، بعيدة عن نقطة الكورنر بتاعت اتصال الخطين المتعامدين السليمين. لان لو احنا عملناها زي ما هو مرسوم في الجزء الاوسط على اليمين، هنلاحظ دي ممكن تعمل تشويش على اللي بيقرا الرسم. ما هوش عارف هل الخط ده خطأ الرسم فيه، ولا الخطين دول ملحومين مع بعض، ولا في جزء سليم ظاهر. اذا هتعمل تشويش، يبقى اذا لازم ايه، الخط المنقط ما يكونش على اتصال. لو خطين منقطين هيتلاقوا مع بعض متعامدين، لازم يكون الكورنر بتاعهم نقطة، يعني لازم سيجمنت افقي مع سيجمنت رأسي يتصلوا مع بعض زي ما هو واضح في الرسمة الموجودة اسفل اللوحة اللي امامنا. لو استمرنا تتبعنا مع كده برضو بعض القواعد دي، نلاقي مثلا لو عندي 3 خطوط منقوطين شرط يعني سيجمنتس، هيتلاقوا مع بعض لازم يتلاقوا في نقطة، ما ينفعش يبقى تبصيهم نقطة ايه، فراغ زي الجزء الايه اللي موجود في الرسمة اللي في التلت العلوي. في الجزء اللي هو في المنتصف، خط سليم منحني مع خط منقط، طبعا لازم يكون هنا ايه، في سيجمنت تبتدي بعيد شوية عن الخط السليم. خطين متقاطعين منقطين، لابد وابدا انه ما يبقاش في كروس، ما يبقاش في صليبة، لا يبقى في ايه، زي ما هو باين في الجزء الاسفل على الشمال، لازم يكون في ايه، خط منهم مستمر والخط التاني ايه، الفتحه اللي بين التوك سيجمنتس بيعدي منها هذا الخط الايه الرأسي. يعني الخط الرأسي هنا بيعدي بين فتحه بين تو سيجمنتس من الخط الايه الافقي، ده الصح. لكن لو اتعمل كروس زي ما هو موجود في الجزء السفلي على اليمين، ده يبقى ايه، مش مظبوط. الرسم اللي قدامنا ده بيوضح لنا أمثلة أخرى لتقاطع خطوط سليمة مع خطوط منقطة، ونلاحظ دايما الصح موجود على الشمال والحاجات الخاطئة موجودة على اليمين. فأول حاجة مثلا في عندنا الانترسكشن، التقاطع بين خط دوتد، الخطوط الدوت والخطوط السوليد لاينز، أو تقاطع بين كيرفد أند ستريت دوتد لاينز، خطوط منقطة دائرية أو منحنية مع خطوط سليمة، أو تقاطع مع حرف تي سليم مع خط منقط. واللوحة اللي بعديها دهيا بتوضح لي برضو أمثلة أخرى متماثلة فيها برضو أخطاء شائعة الظهور. لابد على الشمال دائما، على الشمال دائما الوضع السليم، وعلى اليمين الأخطاء اللي احنا ايه ممكن نتعرض. هنتكلم دلوقتي على العمليات الهندسية، وهنا المقصود بالعمليات الهندسية هي الطرق والأسس اللي احنا المفروض نتبعها عشان نعمل اتصال بين مجموعة من الخطوط. الخطوط دي ممكن تبقى خطوط مستقيمة وممكن تبقى خطوط منحنية. وهنا المقصود خط منحني او منحنى هو معناه دائرة كاملة او جزء من دائرة معروفة القطر والمركز. وبالتالي احنا هنتعرض ان هو مثلا للتقاطع بين خطين مستقيمين بس مش متقاطعين مع بعض، لا متصلين مع بعض عن طريق دايرة قطرها معروف او نص قطرها معروف، او التقاطع بين دايرة ودايرة او قوس وقوس يعني عن طريق قوس ثالث. القوس الثالث ده هيبقى نص قطر معروف لكن مش عارف مركزه فين، لكن الدايرتين الاصليتين او القوسين الاصليين انا عارف نص قطرهم ومراكزهم زي ما نشوف بالتفصيل في العمليات اللي هتظهر اللي احنا هنتعرض لها دلوقتي. هذه العمليات هي الأسس اللي احنا هنستخدمها في الرسم الهندسي. أول عملية هنحتاجها هي كيفية تنصيف خط مستقيم معلوم. يعني لو أنا عندي خط مستقيم معلوم AB زي ما واضح قدامنا، وهذا الخط أنا عايز أنصفه إلى جزئين رئيسيين، فأول حاجة تيجي للذهن ولاح ممكن بالمسطرة يشوف طوله كام. نفترض طوله 10 سنتي، هيبقى إيه زي ناخد 5 سنتي وياخد نقطة، لا هنا هذا التنصيف بيبقى تنصيف غير دقيق، ممكن الـ5 سنتي دول يبقى فيهم نص ملي زيادة من الناحية دي، يبقى الناحية التانية فيها نص ملي زيادة ناقص.
فانا عايز استخدم طريقة دقيقة. الطريقة الدقيقة دي بتعتمد على اني ارسم قوس، اركز في النقطة ايه وارسم قوس بنص قطر اكبر من نص الخط المستقيم زي ما واضح امامنا القوس باللون الاحمر. ثم بعد ذلك الخطوة التانية ان انا من النقطة بي اكرر نفس العمل وارسم قوس تاني بنفس نص القطر، يعني اركز في النقطة بي وبنفس الفتحة بتاعت البرج اللي انا رسمت بيها القوس الاولاني اللي كان من نقطة ايه، ارسم القوس من النقطة بي، وبالتالي هحصل على قوسين مع بعض متقاطعين في نقطتين. اجيب النقطتين دول واواصلهم مع بعض هيتقاطعوا مع الخط اي بي في نقطة او. نقطة او دي بتمثل لي منتصف الخط المستقيم اي بي. نلاحظ هنا حاجة بقى، كل اللي احنا عملناه دي تعتبر عمليات انا بعملها علشان انصف، وبالتالي القوس اللي مرسوم من المركز ايه من طرف الخط المستقيم ايه لازم يكون بخط خفيف جدا بقلم اتش او 2 اتش، ومن نقطة بي نفس الكلام يكون، والخط اللي واصل اكس واي ده لازم يكون خفيف جدا 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 ما هو الظاهر للعين عشان بعد كده ممكن امسحه لان انا محتاج النقطة او فقط. دي من الحاجات الايه الطرق اللي احنا بنستخدمها في او الطريقة اللي بنستخدمها في تنصيف خط مستقيم. العملية اللي هنشوفها دلوقتي عملية اخرى، وهي لو انا عندي خطين مستقيمين اي بي وبي سي متقاطعين مع بعض في نقطة بي وعايز انصف الزاوية اي بي سي. برضو واحد ممكن يقول ايه، اجيب منقلة اقيس الزاوية بين الخطين دول اقسمها على اتنين واخد خط من نقطة بي فهينصف لي الزاوية. هنا برضو هذا الكلام هيبقى كلام غير دقيق، لكن في طريقة هندسية بسيطة ممكن نستخدمها، وهي بتعتمد على ان احنا بنركز في النقطة بي بالبرجل بفتحة مناسبة وناخد قوس اللي هو مرسوم قدامنا باللون الاحمر ده هو. ثم بعد ذلك نص قطر هذا القوس بيبقى نص قطر اختياري، يعني مش مهم قيمته قد ايه. ثم بعد ذلك القوس ده لما هيتقاطع مع اي بي وبي سي في النقطة اكس وواي هركز في النقطة اكس بالبرجل مرة ثانية وافتح فتحة مناسبة واخد قوس، وبنفس الفتحة اركز في النقطة واي واخد قوس تاني. القوسين دول هتقاطعوا مع بعض في نقطة، هذه النقطة اوصل بينها وبين بين المركز الزاوية بي لنقطة زد، يوصل يعني بي زد، فهيديني بي زد ده منصف للزاوية اي بي سي. والطريقة دي طريقة برضو دقيقة، وبرضو كل خطوط العمل بتاعتنا لازم نرسمها بقلم اتش خطوط خفيفة ممكن نمسحها بعد ما نخلص الرسم بتاعنا. العملية التالتة اللي احنا عايزين نعملها دلوقتي هي عملية رسم دايرة تمر بثلاث نقاط معلومة. يعني انا معلومة عندي ثلاث نقاط هما النقطة A والنقطة B والنقطة C، والمفروض او المطلوب ارسم الدايرة اللي بتمر بهذه النقاط الثلاثة. عشان اتم هذه العملية برسم خطين مستقيمين بين الثلاث نقاط دول، يعني ممكن ارسم خط بين النقطة A والنقطة B وخط بين النقطة B والنقطة C، او خط بين النقطة A والنقطة C وخط بين النقطة C والنقطة B. ثم بعد ذلك بنصف كل من هذين الخطين، يعني الخط AB انصفه في نقطة بالطريقة اللي احنا استخدمناها سابقا في ازاي ان احنا ننصف خط مستقيم، وننصف BC في نقطة برضو بنفس الطريقة السابقة، فهنحصل على نقطتين منصفتين للخطين AB وBC. بعد كده بنيجي من نقطة التنصيف من كل من نقطة التنصيف ونقيم عمود، يعني نيجي من نقطة تنصيف الخط AB ونقيم عمود على الـ AB، ومن نقطة التنصيف بتاع الخط BC ونقيم عمودي على الـ BC. العمودين دول هيتقاطعوا في نقطة، النقطة دي هي مركز الدائرة، هركز بيها وبفتحة تساوي من المركز وليكن المركز O مثلا، فتحة برجل قيمتها OA أو OB أو OC، واركز في النقطة O دي وارسم الدائرة بتاعتي، فهتمر الدائرة بتاعتي بالنقاط الثلاثة وبكده نقدر نحقق المطلوب مننا. العملية الهندسية الرابعة اللي هنتعرض لها دلوقتي هي عملية تحديد مركز دائرة معطاة غير معلوم. يعني عندي دائرة
مرسومة قدامي وعايز أعرف مركزها فين. أول خطوة بعملها برسم وتر، وليكن وتر AB. الوتر ده ممكن اللي هو مرسوم قدامك بالخط الأحمر، الوتر ده ممكن يكون أفقي، رأسي، مائل، مش مهم. الوتر هيتقاطع طبعا، ليه نقطتين تقاطعوا مع الدائرة اللي هما الـ A والـ B. أجي من النقطة A وارسم عمود، ومن نقطة B وارسم عمود، هيتقاطع مع الدائرة في نقطتين تاني وليكن C و D على الترتيب. من النقطة C أوصل بينها وبين النقطة B، والنقطة D أوصل بينها وبين النقطة A، هيتقاطع معايا في نقطة O اللي هي مركز الدائرة، وبالتالي نقدر نوصل للمطلوب. برضو هنا كل خطوط العمل اللي احنا بنعملها بنعملها بخطوط بالقلم الاتش طبعا خفيف، على ان ممكن نمسحها بعد كده لان احنا عايزين بس المركز اللي ايه بتاع الدايره. العمليه الخامسه اللي هنتعرض لها هي جزء قدامي مرسوم، جزء من لوحه زي اللي قدامنا دون، خط افقي اسمه ايه اسمه بي، وخط راس اسمه ايه، وبينهم قوس. القوس ده معلوم نص القطر، اكتر من كده ما عنديش، يعني ده هيكون معطى في التمرين من الاصل، وانا عايز انقله على لوحه الرسم. اول حاجه ممكن ارسم الخط الراسي A والخط الراسي B زي ما هو واضح كده قدامي، ثم بعد ذلك ابتدي اقيم عمود من اي نقطه على الخط A واخد عليه R، حيث R دي نص قطر القوس الاخضر اللي كان مرسوم قبل كده اللي انا عايز ارسمه. ومن نقطة B وبالنسبة للخط B نفس الكلام، أقيم عليه عمود بنص قطر R، وبالتالي هيبقى أنا دلوقتي عندي عمود قائم على الخط B طوله R، وعمود قائم على الخط A طوله R. من النقطتين دول برسم خطين موازيين، خط AA موازي للخط A، وخط BB موازي للخط B. تقاطع هذين الخطين مع بعض بيكون في نقطة، هي دي نقطة مركز القوس، بركز فيها بالبرجل وبفتح R أرسم القوس بتاعي، فأحصل على المطلوب بتاعي اللي هو خط رأس مع خط أفق وبينهم قوس بنص قطر R. يعني ملخص هذا الكلام، اللي كان عندي أنا كان عندي عندي قوس بنص قطر R غير معلوم المركز فين، وعندي خطين معلومين واضحين قدامي اللي هما الخط A والخط B، وكان المطلوب هو ان انا اوصل الخط A والخط B بالقوس ده. بس اهم حاجة معلوم عندي نص القطر بتاع القوس. هنتعرض دلوقتي لطريقة رسم منحنى او تانجنت بيصل بين خطين مستقيمين الزاوية بينهم اكتر من 190 درجة. احنا قبل كده تعرضنا للخط المنحني اللي بيصل بين خطين متعامدين، دلوقتي عايزين نشوف لو كان الخطين دول منفرجين هل هيختلف الوضع ولا مش هيختلف. مبدئيا احنا نقول هو مش هيختلف، وهنشوف دلوقتي ازاي. يعني مثلا دلوقتي اللوحة اللي قدامنا دي فيها خطين، خط A والخط B، وعايز ارسم منحنى بنص قطر R بشرط ان هو هذا المنحنى يمس الخطين اللي امامي دول. يبقى اذا المعطيات اللي عندي الخط الاولاني والخط الثاني وضعهم كاملا، ولكن ما اناش عارف نهايتهم فين من الناحيه اللي هيكون ناحيه الاتصال بينهم، والمطلوب ان انا اوصل بينهم بالمنحنى المطلوب. يبقى لو تابعنا الكلام ده وانا عمليا هنلاقي ادي قدامي الخطين اللي انا عايز اوصل بينهم. هاجي بالنسبه للخط الافقي وارسم خط موازي ليه بيبعد مسافة R، اللي هي R نص قطر القوس اللي انا عايز ارسمه عشان يصل بين الخطين دول. ثم بعد ذلك بالنسبة للخط الاخر اللي هو الخط المائل برسم برضو خط موازي ليه برضو بيبعد نفس المسافة R، وبالتالي الخطين دول هيتقاطعوا مع بعض في نقطة، النقطة دي بتحدد لي مركز القوس اللي انا عايز ارسمه. ونلاحظ ان هو حاجة ان انا لو اقمت عمود من النقطة تتلقي الخطين الحمر دول على الخط الاسود والخطين السود اللي هم الخطين الرئيسيين اللي كانوا عندي اللي هم A و B، اعمد عليهم الاعمال دي هتحدد نقاط
التانجنت اللي هي نقاط التماس بين المنحنى وبين الخط، بمعنى ان هي دي بدايه ونهايه المنحنى والنهايات بتاعت الخطوط اللي هتلتحم مع المنحنى عند هذه النقط. يبقى اذا انا لو جيت جبت البرجل بتاعي وفتحته فتحه ار ورجست بي في نقطه تراك الخطين اللي هم خطين خطين التوازي للخطين الرئيسيين، وعملت قوس او عملت دايره زي ما واضح قدامنا، هتلاقي الدايره دي بتمس الخطين المستقيمين A و B في النقطتين، في نقطتي التماس اللي احنا حددناهم قبل كده. بعد كده بنمسح الجزء من الدائره الزياده ونمسح خطوط العمل كلها اللي احنا كنا رسمينها بالقلم اتش، ويتبقى لي الخطين والقوس المنحني اللي احنا كنا عايزين نرسمه. ونلاحظ حاجة ان هذه الطريقة لا تختلف على الاطلاق مع الطريقة السابقة اللي استخدمت لرسم المنحنى اللي يصل بين خطين، منحنى بنص قطر ار معلوم يصل بين خطين متعامدين. يبقى اذا متعامدين او الزاوية منفرجة ما اختلفش. طيب لو كانت الزاوية حد هل هيختلف؟ برضو الوضع مش هيختلف زي ما هنشوف في اللوحة اللي جاية بعد كده. يعني هنا دلوقتي احنا قدامنا الخط A والخط B، دول خطين الزاوية بينهم زاوية حادة يعني اقل من 90 درجة، والمطلوب رسم قوس بيصل بينهم بنص قطر ار. يمكن هنا القوس احنا ممثله بدايرة في اللوحة اللي قدامنا، ولكن هذه الدايرة بالنسبة لنا مش معلوم مركزها، معلوم نص قطرها فقط. واذا يبقى اذا المطلوب دلوقتي ان احنا نجيب هذا المركز، هنتبع نفس الخطوات اللي استخدمناها في الحالتين السابقتين مع الخطين المتعامدين والخطين اللي بينهم زاوية اكبر من 190 درجة. يعني هنيجي من الخط B ونرسم خط موازي ليه اسمه BB، بيبعد عنه المسافة R اللي هو نص قطر القوس المطلوب. وبالنسبة للخط A برضو نرسم ديه موازي AA يبعد عنه بالمسافة R برضو اللي هو نص قطر الخط نص قطر القوس المطلوب. اذا هنبقى احنا دلوقتي احنا اذا لما يكون عندي خطين وعايز اوصل بينهم بمنحنى، تبقى الـ 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 المشكله كلها ان انا عندي خطين معلومين هوصل بينهم بمنحنى بصرف النظر عن الخطين دول كانوا متعامدين او بينهم زاويه حاده او زاويه منفرجه، نص قطر القوس معروف ولكن مركزه مش معروف. المركز ده هو ده التاسك بتاعي، الواجب بتاعي، الهدف بتاعي ان انا عايز اوجده هو فين. الطريقه باختصار موازي لكل من الخطين بيبعد عنه بالمسافة تساوي نص قطر القوس المطلوب، بيتقاطع هذين المتوازيين في نقطة، النقطة دي هي المركز، بركز فيها وبفتح البرجل بتاعي بفتحة تساوي نص قطر القوس، وباخد المنحنى بتاعي فهيوصل لي بين الخطين المطلوبين. هننتقل دلوقتي الى موضوع اخر من مواضيع التماس، وهو رسم ارك يعني قوس او جزء من دائرة بيصل بين قوسين او دايرتين. يعني انا عندي قوس وقوس قوسين معطيين. يعني ايه معطيين؟ معطى القوس نفسه طوله قد ايه ومركزه محدد، وقوس تاني معطى برضو طوله ومركزه، وعندي قوس تالت بيصل بين الاتنين. هذا القوس معلوم نص قطره وغير معلوم مركزه. يبقى انا عشان ارسم هذا القوس عشان يلحم بين القوسين دول لازم احدد مركزه فين. ده اللي احنا عايزين ايه نشوفه. التماس بين قوسين عن طريق قوس ثالث بيبقى فيه نوعين منه، في نوع اسمه تماس من الداخل ونوع اسمه تماس من الخارج. احنا دلوقتي في الاول هنتكلم على التماس من الداخل. الشكل اللي قدامي دلوقتي عندي دايرتين، نص قطر الاولى ار واحد ومركزها محدد، ونص قطر الثانيه ار اتنين ومركزها محدد، وبيصل بينهم قوس او جزء من دايره نص قطره ار ولكن مركزه غير محدد. والمطلوب دلوقتي مننا ان احنا نحدد هذا المركز بتاع القوس اللي هو النص قطره ار. عشان نعمل نحدد هذا المركز بنفتح البرجل بتاعنا بفتحه نص قطرها ار واحد اللي هو نص قطر الدايره الاولانيه زائد ار اللي هو نص قطر القوس، يبقى الفتحه ار زائد ار واحد، ونركز في مركز بتاع ار واحد ونعمل قوس زي ما هو موضح قدامنا. ثم بعد ذلك نركز نفتح البرجل بتاعنا برضو بفتحه اخرى مقدارها ار اتنين زائد ار، حيث ار اتنين قوس الدايره الاخرى الموجوده عندي المعلومه، وار هو نص قطر القوس اللي انا عايز ارسمه، وهرسم قوس. القوسين دول هتقطعوا في نقطة، هذه النقطة هي مركز القوس اللي انا عايز ارسمه.
يعني انا لو جبت البرجل بتاعي وفتحته في فتحة ار وركزت في المركز اللي انا حددته دون وهرسم قوس هلاقيه هيمس الدايرتين دول في نقطتين وكده انا يبقى انا كده حققت ايه المطلوب. نلاحظ هنا بعض الاساسيات اللي ايه العامة. اول حاجة الخط الواصل بين مركز القوس والمركز دايرة ار واحد ده اسمه خط مركزين بين دائرتين وبالتالي فبمر بنقطة التماس، وبالتالي تقاطع هذا الخط بيحدد لي نقطة التماس بين الدايرة والقوس، يعني ما القوس ده يعتبر دايرة كاملة برضو بس احنا واخدين منه حتة بين الدايرة والقوس. نفس الكلام بين ار اتنين وار، الخط اللي بينهم ده خط خط مركزي بين مركزين بتاع دائرتين بيمر بنقطة التماس، وبالتالي فانا ببقى الخطين دول بيحددوا لي بداية ونهاية قوس اللي انا هرسمه ار عشان يبقى رسمي، يعني من دي انا ممكن احدد هل انا كان رسم دقيق او غير دقيق. طيب النوع الثاني من التماس هو تماس بين دايرتين عن طريق قوس من الخارج. لما بقول دايرتين هما دايرتين معطيين عندي، دول ممكن يكون دايرتين كاملتين او اجزاء منها، يبقى انا معطى عندي دايرة اولانية مركزها او واحد ونص قطرها ار واحد، ودايرة تانية مركزها او اتنين ونص قطرها ار اتنين، والمطلوب مني ان انا ارسم قوس نص قطره ار معلوم نص قطره ار ولكن غير محدد المركز. يبقى اذا الهدف بتاعي دلوقتي ان انا احدد فين المركز بتاع هذا القوس اللي يمثل لي هاتين الدائرتين. اذا كنا احنا كنا قلنا في التماس من الداخل السابق، يعني ان بفتح البرجل بتاعي بركز في مركز الدائره الاولانيه بفتحه نص يساوي فتحه برجل نص قيمتها ار واحد زائد ار، وبركز في المركز في مركز الدائرة الثانية وفتحة نص قطرها ار اتنين زائد ار، وبعمل القوسين اللي بتقطعوا ويدوني المركز اللي بركز فيه، وبفتح بالبرجل بتاعي بفتحة ار وارسم القوس الداخلي. نفس الكلام هيتكرر ان هو مع اختلاف بسيط، بدل ما كنت انا باخد هناك بدل ما كنت بركز في المركز بتاع الدائرة الاولانية وبفتحة ار واحد زائد ار، انا هاخد فتحة ار ناقص ار واحد والناحية وبعدين اركز واعمل قوس واركز في عند او 2 في مركز الدايره الثانيه وبرضه فتحه ار ناقص ار 2 واعمل قوس، القوسين دول هتقطعوا في نقطه، النقطه دي اركز فيها وافتح البرجل بتاعي بفتحه ار واعمل القوس هيتماس من الخارج. هنطبق هذا الكلام عمليا. ادي قدامي دلوقتي قوس بالبرجل معمول نص قطره ار ناقص ار 1 ومركزه هو مركز الدايره الاولانيه، ثم بعد ذلك اعمل قوس ثاني نص قطره ار ناقص ار 2 وبركز في المركز او 2 اللي هو مركز الدايره الثانيه. بالطريقه دي القوسين هيتقاطعوا في نقطه هي نقطه او اللي هي مركز القوس اللي انا عايز ارسمه. لو ركزت فيها بالبرجل بتاعي بفتحه مقدارها ار هقدر اعمل قوس هيمثل الدايره الاولانيه في نقطه اسمها تي 1 ونقطه اسمها تي 2. لو بصينا الشكل ده بنوع من الدقة شوية كده، وبالتالي لو احنا بصينا اللوحة اللي قدامنا دي دلوقتي وحاولنا نلخص اللي احنا قلناه نلاقي ان الموضوع التماس بينحصر في ثلاث نقاط. النقطة الاولانية رسم قوس من المركز الدائرة الاولانية او واحد بفتحة ار ناقص ار واحد، ورسم قوس من المركز او 2 بفتحة برجل ار ناقص ار 2 هتقاطعوا مع بعض وهيدوني مركز القوس المطلوب او. الخطوة الثالثة اركز في او بفتحة برجل مقدارها ار وارسم خط تماس هيتماس عند النقطة تي 1 وتي 2. الخط او 1 تي 1 ده خط مركزين، خط بس بين المركز القوس ومركز الدائرة الاولانية، وبالتالي على امتداده هو هيقع على امتداده خط نقطة التماس بين هاتين الدائرتين. نقطة التماس هتقع في الخارج لأن التماس من الخارج، لو كانت الدائرتين تماس من الداخل زي الحالة السابقة كنا هنلاقي إن نقطة واحد دي بتقع بين أو وأو واحد. نفس الكلام يتكرر على الدائرة الثانية. الخط أو 2 تي 2 ده خط مركزين
وبالتالي بيقع عليه نقطة تماس، ولكنها بتقع على امتداده من الخارج اللي نقطة تي 2. ليه؟ لأن هنا التماس من الخارج. لو كان التماس من الداخل زي الحالة السابقة كان هتبقى نقطة تي 2 بين O و O 2. وكده يبقى احنا خلصنا موضوع تماس بين قوسين معلومين المركز ونص القطر، او دايرتين معلومين مركزهم ونص قطر وانصاف اكترهم، وبين قوس ثالث معروف نص قطره وغير معلوم مركزه، وقدرنا نحدد مكان المركز. هنتكلم دلوقتي عن عملية من عمليات التماس بنسميها الكومبلكس تانجنت او التماس المركب. في التماس المركب هنا بيكون خليط من الطريقتين السابقتين. الطريقتين السابقتين اتكلمنا في الاولى عن التماس من الداخل بين دايرتين والتماس بين دايرتين من الخارج. احنا دلوقتي هنتكلم على التماس بين دائرتين، بين الاولى من الداخل والاخرى من الخارج، زي الرسم اللي قدامنا. الرسم اللي قدامنا في دايرة مركزها O1 ودايرة تانية مركزها O2 وقوس نص قطر R هيمس بينهم، هيمس الدايرة الأولى اللي هي مركزها O1 في نقطة اسمها T1 من الداخل، وهيمس الدايرة التانية اللي مركزها O2 في نقطة تماس من الخارج اسمها T2. عشان نطبق هذا الكلام عمليا، معطى لينا دايرتين، الدايرة الأولى مركزها O1 نص قطرها R1، ودي دايرة كبيرة، ودايرة الصغيرة مركزها O2 ونص قطرها R2، وعايزين نرسم بينهم تانجنت بنص قطر هيبقى معلوم بالنسبة لينا اسمه R. أول خطوة نعملها إن احنا هنشوف القوس دون هيمس الدايرة الأولانية من الداخل، يبقى أركز في مركزها بفتحة R زائد R1. ليه؟ لأن هي تماس من الداخل. أركز في 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 مركزها O1 وفتحة برج الأرض O1 وارسم قوس، ثم أركز في مركز الدائرة الثانية O2 بفتحة برج R ناقص R2 عشان هي التماس من الداخل، وارسم قوس. القوسين دول هيتقطعوا في نقطة، هي دي نقطة مركز مركز القوس المماس. لو ركزت فيها وفتحت البرج بتاعتي بفتحه مقدارها R وارسم قوس، هلاقي لي هيمثلي هذا القوس هيمثلي الدايرتين الكبيره من الداخل والصغيره من الخارج زي ما موضح قدامنا. يعني هحصل على الشكل اللي احنا ايه المطلوب مننا. يعني حاولنا نلخص اللي احنا عملناه، نلاقي ان احنا اول حاجة تماس بين دايرتين من الداخل ومن الخارج، طالما كانت تماس مع قوس، طالما كانت تماس مع اول دايرة من الداخل يبقى هركز في مركزها بفتحة R مجموع نصف الاقطار، قطر الدايرة زائد قطر نص قطر الدايرة زائد نص قطر القوس. وبالنسبة للدايرة التانية هركز في مركزها بفتحة تساوي حاصل طرح نصف قطر القوس ناقص نصف قطر الدائرة الصغيرة، والاثنين دول هعمل من القوسين هتلاقوا في المركز O، بركز فيه بفتحة برج مقدارها R وبرسم القوس اللي يمس الدائرتين. دلوقتي هنتعرض لتمرين تطبيقي على الممسات او العمليات الهندسية. الشكل اللي قدامنا بيوضح من فوق في دايرتين، دايرة صغرى قطرها 28 ملي ودايرة كبرى قطرها 70 ملم، بين الاثنين في دايرة شرطة يعني شرط او خط داش لاين قطرها 48 اللي هي عليها السنتر لاين بتاع مجموعة من الدوائر الصغيرة اللي قطر كل واحدة منها 8 ملم. الدايرة الكبيرة زي ما احنا شايفين اللي هي قطرها 70 ملي في خطين تماس بالنسبة ليها، وفي تحتيها شكل زي الرقبة كده، وبعد كده جزء مستعرض فيه ثقبين وهكذا. عايزين نشوف لو جات لنا رسم زي دي ازاي نبتدي ومنين نبتدي. لو عرفنا ان نبتدي وازاي كل حاجه نفسرها دي هنطبق عليها اي عمليه، ممكن نرسم التمرين بسهوله. المشكله بتقابل اي طالب او اي مبتدئ في الرسم الهندسي بتبقى ازاي هو يبتدي الرسم، يبتدي منين. عشان نبتدي لازم نعرف ان احنا نبتدي من
بعد ما نحدد محاور الشكل قدامنا ده، في حاجات سهله ممكن رسمها زي الدوائر اللي فوق، وفي حاجات فيها بعض الايه العمليات الهندسيه الايه المعقده بعض الشيء اللي هي في الاجزاء التحتانيه. واذا احنا نبتدي بالجزء السهل، اول ما نبتدي نحدد المركز بتاع مجموعه الدوائر الكواكسيال مع بعض او المتحده في المركز مع بعض اللي هي الموجوده من اعلى، اللي هم ظاهرين قدامي هنا هو باللون الاحمر. وبالتالي بعد ما ارسمهم هتظهر لي خطين زي اللي باينين قدامنا دول بيمثلوا لي مركز اللي انا هبتدي ارسم منه. من هذا المركز هفتح البرجل بتاعي بفتحه تساوي نص قطر الدايره الصغيره اللي هي قطرها 28 مللي، يعني فتحه 14 مللي، وارسم الدايره اللي هي باينه عندي باللون الاحمر. ثم بعد ذلك هتظهر لي دايره حمراء زي ما هي باينه قدامنا دلوقتي كده، هيبقى قدامي مجرد خطين والدايره الحمراء اللي هي ممثله الدايره الصغرى. بعد ذلك هروح عامل ايه؟ اروح راسم الدايره بتاعه السنتر لاينز اللي هي داش لاينز اللي هي قطرها 48 مللي، يعني نص قطرها 24 مللي. يبقى دلوقتي اصبح عندي دايرتين مرسومتين. ثم اكرر العمل وارسم الدايره الثالثه اللي هي بقطر 70 مليمتر، هيبقى عندي الثلاث دوائر مرسومين عندي وهيظهر لي الشكل زي ما هو موضح امامنا. بعد كده ارسم ست دوائر اللي قطر كل واحده منها 8 مليمتر، ست دوائر متوزعة بالانتظام ومراكزها تقع على الدائرة الوسطى اللي هي قطرها 48 مليمتر. وبالتالي فأنا هبتدي من على المحور الأفقي من ناحية الشمال هرسم أول دائرة، وبعد كده أبتدي أحدد المراكز التانية. طالما إن هما ستة بيكملوا على الدائرة كلها، يبقى إذن المسافة الزاوية بين كل سنتر والتاني 60 درجة، يبقى المثلث الستيني أقدر أحدد مكان الدائرة الثانية وارسمها، ثم الثالثة والرابعة لغاية الدائرة السادسة، وهبص الاقي الشكل عندي هياخد الشكل اللي احنا هيظهر قدامنا دلوقتي. يعني شكل اللوحة هيبقى زي ما هو قدامنا كده، الست دوائر والثلاث دوائر الكبار والمحورين الرئيسيين. بعد كده هحاول اكمل الرسم بتاعي، فهرسم القاعده تحت السفلى خالص اللي هي عرضها 84 ملم، وبالتالي فهي من السنتر لاين هتتقسم على الجنبين بالتساوي، معناها ان في كل ناحيه ناحيه اليمين وناحيه الشمال 42 ملم، وبتبعد عن المحور بتاع الدوائر مسافه قد ايه؟ مسافه مقدارها 72 زائد 30 يعني 102 ملم. وبالتالي هيصبح الشكل اللي قدامي هو عباره عن مجموعة الدوائر العليا والخط اللي هو 84 زي ما هو 4 اللي هو عرضه 84 ملم اللي بيبعد 102 ملم عن محور الدوائر العلوي. طيب هنكمل ازاي بعد كده؟ لو بصينا للشكل بتاعنا نلاقي في دايرتين موجودين قطر كل واحدة منهم قطر كل واحدة منهم 18 ملم، المحاور بتاعتهم بتبعد عن المحور بتاع الدوائر اللي فوق 72 ملي، وده في الاتجاه الافقي بتاعها، والاتجاه الراسي على اليمين وعلى الشمال الخط سنتر لاين الوسطاني بمسافه قد ايه؟ مسافه هي مقدارها 42 ملم، لان نلاحظ ان مراكز الدوائر دي يعني متوازيه مع العرض 84 بتاع القطعه المستقيمه اللي احنا رسمناها قبل كده. وبالتالي هنرسم المحاور لكلا الدائرتين زي ما هو واضح امامنا. اكمل العمل بتاعي باني افتح برجل بتاعي فتحه نص قطرها 9 مللي، لان دايرتين كل واحد منهم قطرها 18، يبقى نص قطر 9، وارسم الدايرتين اللي على اليمين واللي على الشمال، وهتظهر لي بالشكل الموضح امامنا حاليا. وبالتالي اللوحه بتاعتنا هتبص تلاقيها فيها مجموعه الدوائر اللي فوق، اصبح احنا رسمناها مجموعه الدوائر اللي فوق والخط الافقي اللي تحت اللي هو 84 ملم والدايرتين اللي قطر كل واحده منها 18 ملم. استكمل العمل بان انا من مركز دوائر الصغيره دي في عندي
انصاف دوائر او اجزاء من دوائر على اليمين وعلى الشمال اللي هي قدامنا باللون الاحمر دي، اللي هي نص قطرها 18 ملم، مكتوب ار 18 ار معناها النص قطر 18. فممكن اركز في كلا المركزين وفتح الدرجه 18، اعمل القوس الاحمر اللي على اليمين والقوس الاحمر اللي على الشمال، والقوس الاحمر على الشمال ده هو اللي على اليمين وعلى الشمال دول هيبقى طالما ان هم انصاف دوائر، فهيبقى بعد الخطين الافقيين اللي فوق الدايره على بعد كام من المركز؟ على بعد 18 ملم، واخد ايه قطعتين مستقيمتين غير محدده الطول زي اللي مرسومين امامنا حاليا، وبالتالي الشكل رفلي يعني غير دقيق، مش غير دقيق، الشكل هيظهر في الصوره اللي هي قدامنا دي عباره عن انصاف دوائر والخطوط دي، لكن ما احناش عارفين الانتهاء بتاعها او الالتقاء بتاعهم هيكون ازاي. هنكمل الشغل بعد كده علشان ايه نظبط المنطقه دي، وعشان اظبط نقطه التماس دي همسح الايه الاجزاء من الخط المستقيم، اللي هي بشرط ان يحصل تماس بين الخط الافقي وبين انصاف الدوائر زي ما هو موضح امامنا. بعد كده هحاول اعمل التماس بين انصاف الدائره من اسفل مع القوس نص قطره 10 ملم اللي موجود ناحيه يمين وعلى الشمال من نهايه القطعه المستقيمه ال 84 ملم. لما نبص للحته دي نلاقي ان هذا القوس عباره عن ايه؟ عباره عن عمليه هندسيه، انا عايز اعمل كونتاكت بين دايره ودايره. او قطع نص دايره وجزء من دايره. الجزء من دايره التحتيه ده ربع دايره، معنى كده ان السنتر لاين بتاعي نقطه على الخط الافقي امتداد الخط اللي طوله 84 ملم. وده اول ده محل هندسي للمركز. طب المركز ده يقع فين كمان؟ يقع على بعد مقداره العشر هي نص قطر القوس زائد نص قطر النص دايرة اللي هو 18، يعني 18 وعشر 28. يبقى انا لو ركزت في المركز اكس وفتحت البرجة بتاعي فتحة مقدارها 28 ملم واعمل قوس هتقطع مع الخط الافقي الامتداد ال 84 في نقطة، هي دي زي ما وضح هنا في الشكل في الناحية اليمنى من الشكل من اسفل في نقطة، هي دي مركز القوس اللي نص قطره 10 ملي، وبالتالي اقدر ارسم القوس اللي هو مماس للدايرة وهيصل الى بداية الخط اللي هو ال 84 ملم. اللي عملته في هذه الناحية اليسرى يكرر في الناحية اليمنى عشان اكمل القوس اللي موجود على شمال الخط ال 84 ملم. وبكده هوصل للشكل اللي واضح امامنا دلوقتي اللي هو تقريبا كامل باستثناء الرقبة الوسطى اللي بين الدائرة العليا والقطعة المستطيلة السفلى وخطي المماس المائلين اللي على الشمال وعلى اليمين في اقصى الشكل. هنشوف هنكملهم ازاي. لو جيت ابص للجزء اللي على هيئة رقبة دي هلاقيه عبارة عن قطعتين مستقيمتين رأسيتين كل واحدة منها بتبعد 14 ملم عن السنتر لاين ناحية اليمين وناحية الشمال، وفي قطعتين أفقيتين اللي هم استكمال لأنصاف الدوائر اللي جاية من اليمين ومن الشمال اللي هم بالعرض الكبير السفلي دون بينهم قوس قطر 10 ملي. لو نبص للقوس القطر 10 ملي دون اسف 8 ملي، لو نبص للقوس اللي قطره 8 ملي نص قطره 8 ملي ده نلاقي ان ده عباره عن قوس بيصل بين خطين مستقيمين احدهما راسي والاخر افقي، ودي عمليه من العمليات الهندسيه اللي احنا شرحناها. اذا الحل ازاي؟ ان احنا الخط الراسي ده نرسم موازي ليه على بعد نص القطر، والخط الافقي نرسم موازي ليه اللي فوق على بعد نص القطر، هتقطعوا في نقطه هنركز فيها وبنص قطر القوس نرسم القوس بتاعنا. واللي عملناه في الناحيه اليمين الموضحه هنكرره في الناحيه ايه الشمال. لو بصينا بقى ايه للرقبه التقائها مع الدوائر العليا نلاقي ان هو عباره عن خط مستقيم راسي سواء من اليمين او من الشمال، خط مستقيم راسي مع قوس من دايره وبينهم القوس اللي قطره 10 ملم، وبالتالي يبقى ده ايه تانجنت او مماس بين دائره وخط مستقيم. الخط المستقيم هو الخط المستقيم الراسي، والدائره اللي هي الدائره الكبيره اللي قطرها 70 ملي.
افتكر احنا عندنا المركز بتاع الدايره وعندنا نص القطر، لو خدنا نص القطر زائد نص قطر الدايره دي اللي هو 35 زائد نص قطر القوس، ونعمل قوس ونرسم ايضا خط موازي على بعد نص القطر موازي للخط المستقيم الرأسي، هيتقطعوا الاثنين في نقطة، هو ده مركز القوس اللي بيصل بين الدايرة الكبيرة اللي قطرها 70 ملي والخط الرأسي، سواء من ناحية اليمين اللي احنا عملناه في ناحية اليمين، وهذا الكلام اللي احنا نفذناه نكرره مرة ثانية في الناحية اليسرى. وبكده نكون احنا ايه خلصنا رسم الرقبة، ويتبقى لنا الخطين المائلين اللي على اليمين وعلى الشمال اللي هما في الشكل من الخارج، يحدوا الشكل من الناحية اليسرى واليمنى من الخارج من اقصى الخارج. الممسات الخارجية اللي احنا عايزين نرسمها دلوقتي اللي بيمسوا الدائرة الكبيرة اللي قطرها 70 ملي ونصفي الدائرتين اللي على اليمين وعلى الشمال نص قطر كل واحدة منها 18 ملي متر، دول عبارة عن خط مستقيم بيمس دائرتين من الخارج، فده ممكن على طول بالمسطرة الواحد يروح واخد الخط المماسي من اليمين ومن الشمال، وبكده نبقى احنا ايه قدرنا نرسم او نخلص الشكل كله، وهيبقى شكله النهائي زي اللي هو ايه واضح امامنا حاليا.